جويليا 2007 مروح من صفاقس لتزرك. اي من صفاقس لتزرك بعد ما كملنا 10 ايام في فوتيل الزهرة احنا قاعدين ونترينو في راس وقتها عملنا ستاج قوي برشا ومتعب على الاخر. سيتي معناها تخي تخي فاتيغون البريباراسيون فاتيغون البريباراسيون اللي عملناها. كهو معناها نجم نسال كل شيء؟ نسال كل شيء لا نسال كل شيء نورمال باهي. الحادث صار قريب توصل لتزرك. اي صحيح. كنت في حاله عاديه الياس؟ والله لا كنت ساهر في 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 معناتها في بواتا وقتها. عيط لي صاحبي روحت انا ما كنتش ماشي. كلمني صاحبي قال عندي برشا ما رينكش وانت في سي اس اس وكل شيء. قال لي معناها اجا معناها صار بعدين شويه وانا تعب معناها وعندي برشا الحق ما صارش بلول بريباراسيون وكل شيء. قلت خليني نمشي نطلع على الاولاد وشويه هكا وشويه هكا شويه دي فورمون زاد متعب نتاع واحد يقول لي ستريس وسيرتو مازال كي مشيت انا مشيت غاديك معناتها سهرت وفي المرواح الحق انا ما كنتش في حاله غير عاديه معناتها برشا ما سافا معناها فهمت شوي حاله مش عاديه برشا مش بين الزوز فهمت نورمال فما حتى حراج لا غالب معناها واحد غلط صراحتك في النقطه هذه الحمد لله اللي انا اشوف ونحييك عليها لا خليها تكون حتى عبره مساج للناس اللي يسمعوا فينا صحيح خلي يسمعوا الناس ان شاء الله متى الجوارات ما يغلطوش من الغلطه اللي غلطتها انا ان شاء الله الجوارات الكل معناها يركزوا بون سبورتيف بصفه عامه معناها اي انسان يسمعنا عنده كارير سبورتيف معناها يتمنى باش عنده دي زومبيسيون ان شاء الله يركز ال 10 سنين ولا قداش مده الكارير نتاعو وما يغلطش معناها الغلطات اللي غلطناها مثلنا احنا ولو اني ما كنتش معناها كما قلت لك طبعا عندي برشا ديغاباج معناها في الكاريير نتاعي اما هذه اللي غالب وحدك مروح كنت في الكهرباء وحدي ودبلت على كهرباء قويت هي بحذايا اللي مدوب عليها قويت يا اخي انا حبيت نشد الفران شدت الفران خاطر ما عادش نجم نخلط فما كهرباء اخرى مدوبة ما غادي فديرابيت الكهرباء ديرابيت وليت هربت علي وفما كاميون جاي وليت هربت شوية انا خرجت على البات كوتي تتفكر هذا الكل؟ هذا الكل نتفكره يعني نتفكر شيء انا راني ما هذا جي با بيردو كونسيونس معناها جبنا راه جيتي كونسيون من الاكسيدون حتى نمشي نعملوا العملية ما دوختش ما صار ما دوختش ما فقدتش الوعي لا جا النمر نتاع نتاع بابا اللي خاطر نسمع فيهم انا ديجا كي الحاجه الوحيده ما تفكرش كيفاش جينا جيت معناتها هبطت اللوطه وجيت على كرشي كايا و معناتها ابلان فونتخ ونحس في وقتها في ساقي من اللوطه يبست عليك يبست وبدات تنمل عرفت الحاجه انا خايبه شويه الحق كانت الريسبيراسيون نتاعي خايبه ومتنفس بسيف ونسمع فيها تقال شوفوا له البورتابل نتاعو باش ناخذوا النومر باش نكلموا عائلته يا اخي انا عطيته النومر انت مليت عليه نتكلم لا نتكلم الحق نتكلم عطيته نمر وانا مليت عليه النمر كلمه دار جا ومشيت سيرون فيل وقتها في نابل اول واحد من العائله جا والدك جا وي جات الفامي جا والدي ومعاه هذول امي وجماعه جاوا غاديكا ومشيت لكوا سيرون فيل كيكا غاديكا قعدت الحاجه الوحيده اللي نلوم عليهم انا الدار الطبي نتاع السبيطار هذايا الحق خلوني غاديكا وما وهي سيتي ان كا تري زيرجون اكثر من يرجون بها دونك احنا كلمنا سيمون صفا عبيد وقت يرحم والديه مصيف وقت هو في قليبيا وجانا بالوقت مشى البريفيو باش عملها لي العمليه في اوبيتال ميليتير عاد انا مشيت من وقتها ما حبوش يهزوني قالوا لي انت باش يهزوني حتى كليك توفيق سامحني من غير ما نسميو المساحات ميسالش كم المساحه هذه دونك عملت غاديكا وما حبوش يهزوني قالوا لي حتى ما عندناش الحق قعدت انا ضيعت برشا وقت معناها غادي قعدت تستنى وضع جيفومي معناها وقتها وحالتي بدات تعكر شويه معناها فهمت باهي باش نرجع للعمليه من بعد اللي دام تقريبا 5 ساعات ولا اي برشا اي وما كانت سهله معناها الحادث انجر عليه يعني شوق قويه في بدنك الكل لكن الناس الاخرين اللي عملت معاهم الحادث لاباس ما صاروش حتى حد واحد عملت حادث فما حتى حد الكاميونه اللي دخلت فيها ما دخلتش في كاميونه دخلت في شجره بعدت على الكاميونه دخلت على الناس الكل انا حاله عاديه من بعد مشاو على رواحهم اللي قعد كمل الكياس كمل على روحه اللي وقف حمايه جات شرطه جات حمايه جاوا كل شيء الحرس وكل شيء انا دخلت قلت لك فما كان الشجره هذه وانترون دار راهو مش دار شجره كبيره شجره بالزهر ما دخلت كان فيها معناها فماش راهو شجر برشا اي
كتبت هكاك وكا واش تعمل كل شيء بكتبة ربي ماعليش حتى نحييك على صراحتك وجرأتك نعرف محليك مقويك محليك به من بعد العملية ما كانت سهلة خمسة ساعات تقريبا خمس ساعات نورمال مو خمسة جاء سي دكتور مصطفى عبيد جاء وبالطبيعة معاها لي شيروجيان الاخرين والانستيزيست الاخرين وعملوا اللازم وحاولوا اللي معناها قدر المستطاع باش يمنعوني كانت فما دو كوت ضربت لي بومون هي اللي اثرت برشا وعكرت حالتي شويه قعدنا دو سمان نتبعوا في الحاله حسب ما حكوا لي هما لين تعديت مرحله الخطر الرويري رجعوا سافا من بعد الرويري سافا قريت شويه انا الرابور قبيله دونك رجعت الرويري وتعدينا الضربه الكبيره كانت في العمود الفقري هذيك الضربه اللي خلتني في الليتا هذا هذيك ضربه سيكسيون دو لا مويل ايبينير نيفو دي 6 دي 7 دورسال 6 و 7 معناها زوز فقرتين هذوك فقرتين هذوك قص المويل ايبينير قصت وصار اللي صار ونجر عليها الحاله اللي انا فيها وقتاش عرفت لي اللي الدنيا بعد 8 جويليه تبدلت والله شوف انا بعد بالضبط جمعتين هذوك ما نحكيوش عليهم خاطر قعدت نشوف حكايات وحدي متى دي زالوسيناسيون قاعدين يجيو قدامي ونشوف حكايات عمري ما شفتها بعيد تستخايل وكوابيس وحاجات وجبانه فوق جبل وفما الحق مش نحكي لك ما يسالش احكي لي احكي لي خلنا وفما كل عفتك الحمام البركانيه كل وفما عباد يعيطوا اللوطه وانا الفوق ونوزر فهمت الحق هذه الحاجه حكيتها من بعد الكالكوزان وما فهمتهاش ما فهمتهاش وانا الفوق بعيد عليها في الحلم ولا في اليقظه؟ في الحلم في الحلم في الحلم في الانكونسيونس نتاعي دونك من بعد معني ترى في روحك في بلاصه عاليه فيها هفوف كما جبل وعفتك البركان الحمام البركانيه ونار كانها تشعل وعباد تعيط وعباد تعيط اللوطه وانا الفوق نتفرج فهمت الايماج هذيك ما تنحاش من مخي جمله قلت لك شيء انا منعت من حاجه كنت باش نمشي لها ولا لطف دونك قعدت لي ايماج هذيك والايماج الاخرى قعدت لي زاد اللي في الكلينيك اللي انا بحكم الزرارق ولا الحرب باش عطيوني فيهم وقتها قعدت معناتها عندي كلمونك الحرب هذوك قعدت ياسر المسكنات بالطبيعه ياسر صحيت قعدت معناتها ياسر متاثر بهم من بعد تعديت المرحله هذيك وعرفت اللي انا ما عادش كي جاتني دخلت عليا طبيبة وسالتها سؤال هذاك اللي انا معناتها قلت لها الدكتور ما عادش نجم نمشي انا معناها ساقي ما عادش يا اخي هي دمعت شويه طبيبة وقتها فهمت بكيت دمعت حسيت عينيها كلي عرفت انا واول مره نبكي فيها خاطر ما نبكيش برشا راني انا في حياتي ما عندي كسر شويه ما الدمعه نتاعي ما تهبش فيسع دونك فوالا وقت عرفت اللي انت سالت الطبيبه يعني انا سالت الطبيبه حتى عبد ما قلق قبل لا وقتها ما انا سالتها الطبيبه وهم بالطبيعه كانوا محذرين باش يقولوا لي فما طريقه ولا فما حاجه كانوا ناويين بها الدكتور عبيد كان يجيني كان يقول لي نتعداو السيموا هذوما ما تعرف انت يبدا يصبروا فيك بشوي بشوي لين انت تقوى شويه وحالتك معناها تشد روحها شويه باش من بعد تعرف اللي صعيبه الحكايه صعيبه برشا معناها صعيب باش ترجع تمشي الا ما يتقدم الطب بالطبيعه